اسمي حمدان بطي الشامسي من مدينة العين فنان تشكيلي. عملي عبارة عن عمل أدائي فيديو واللي يتكلم عن الفكرة في إن كيف نحن ما نكون صادقين مع أنفسنا على أساس نحن ندمج أنفسنا في المجتمع من خلال أكثر من قناع نلبسه. ألهموني 4 فنانين لهذا العمل: حسن شريف في أعمال الأدائية، دكتورة نجاة مكي في الألوان واستخدام النمطية، دكتور محمد يوسف في الأعمال المنحوتة والأعمال المعاد تدويرها، محمد مندي في الخط العربي.